بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أن تحس أنك جزء من كل، معنى ذلك أن لا تكون أنانيا، وأن لا تشعر بأنك قادر على أن تقوم بالعمل وحدك، تماما كما أن كل عضو من أعضائنا لا يستطيع أن يقوم بالعمل إلا من خلال الأجهزة الموجودة في الجسد. لذلك إن عقيدتنا بالله ومحبتنا له وإحساسنا بأنه رب العالمين جميعا يجعلنا نشعر أننا جزء من هذا العالم، وهذا ما عبر عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعاء الصباح والمساء. عندما تستقبل صباحك أو عندما تستقبل مساءك، كيف تتصور نفسك أمام العالم؟ إن الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نتصور أنفسنا جزءاً من كل هذا العالم. أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك. كيف يتصور الإمام سلام الله عليه موقعه في هذا العالم وعلاقته بكل العالم؟ أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك، سماؤها وأرضها وما بثثت في كل واحد منهما، ساكنه ومتحركه، مقيمه وشاخصه، وما علا في الهواء وما كن تحت الثرى. فتتحسس بأنك جزء من هذا العالم، وبذلك لا تشعر بالأنانية في ذاتك، لأن مشكلة الأناني هو أن يشعر على أن العالم كله متجمع في ذاته وأنه هو العالم. العقيدة الإسلامية تقول أنت جزء من عالم ربه الله، ولعل الحديث الذي يؤكد الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنك جزء من عائلة. وعلى هالأساس إذا كنت من جزء عائلة، الشخص المميز في العائلة هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية العائلة أكثر، يعطي من طاقته للعائلة أكثر. فكل إنسان يعطي من طاقته لخلق الله حتى يستطيع يحل مشاكلهم، حتى يستطيع على أنه يقضي حوائجهم، حتى يستطيع يرفع مستواهم، هذا هو الذي يحبه الله أكثر. لأن الله يريد لنا أن نعيش الحب. وفي كلمة للإمام الصادق عليه السلام قل وهل الدين إلا الحب؟ يعني أنت الآن أن تفتح قلبك للناس كلهم، من اتفق معك بأن تتعاون معه، ومن اختلف معك بأن تهديه وتتحاور معه. ثم يتابع الإمام زين العابدين سلام الله عليه حتى يكون إحساسه بالصباح والمساء إحساس
لا يستغرق في شكليات الكون، ولكن يستغرق في عمق ارتباط الكون ومنه الإنسان بالله. أصبحنا في قبضتك، يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيتك، ونتصرف عن أمرك، ونتقلب في تدبيرك. ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. بحيث أنت تصبح الصباح، صباحك يعمق عقيدتك بالله، صباحك يجعلك تشعر بأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله، صباحك يجعلك تشعر بأن أنك خاضع للنظام الكوني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان أو للحياة كلها، وأنت جزء من النظام الكوني. الفرق بين النظام الكوني الشمس القمر أنه نظام يتحرك ضمن برنامج لا اختيار له، بس الإنسان وحده هو الذي يعيش كجزء من هذا النظام، ولكن باختياره، لأن الله سبحانه وتعالى قال للإنسان أنني خلقتك وجعلت لك عقلا تستطيع من خلاله أن ترتب العالم. أنا أعطيتك العقل وقلت للعقل خذ حريتك، ليس هناك أي حد يحدد حريتك في التفكير، لكن بشرط أن تتحمل مسؤولية قرارك. يعني الله ما حدد للعقل شيء، الله أعطانا عقل، ولذا كل واحد من عندنا الآن يفكر بالشرق بالغرب، يفكر بالإيمان بالكفر بالانحراف بكل شيء. يشوف واحد موجة تجي منا وموجة تجي منك، لكن الله يقول لك جعلتك مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد العقل، كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت حر، لكن الحرية تتحرك في خط المسؤولية. ما في حرية عبثية، ما في حرية فوضوية. معنى أن تكون حرا يساوي أن تكون مسؤولا، بحيث أنك تحرك كل مفردات حريتك لتتحمل مسؤولية حريتك في أمام الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قيمة هذا الدعاء أيها الأحبة، وأحب لكل إخواني وأخواتي أن يقرأوا صحيح في دعاء الصباح للأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو دعاء عظيم جدا، لكن هذا الدعاء دعاء زين العابدين دعاء يمثل خطوط ثقافية ويبرمج للإنسان مفردات يومه. يعني مو كل واحد الآن عنده يحاول على أنه يبرمج يومه شو يسوي من الصبح لليل، هذا الدعاء يبرمجها. خلينا نتابع. اللهم وهذا يوم حادث جديد. ومن هنا أيها الأخبار أخوة والأخوات على الهامش، إذا تريدون توالون أهل البيت تعيشوا هذه الثقافة الروحية مع أهل البيت. أهل البيت مو دقة صدر، أهل البيت مو جرح راس، أهل البيت عقل يوجه الإنسان، أهل البيت خط خط يسير الإنسان، أهل البيت حركة
تتجه لخط المستقيم. اللهم وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد. تدرون هاي شنو معناها؟ أن دقائق هذا اليوم وثوانيه وساعاته الله يجعلها شهود عليك، تحدق بك كيف تدخل يومك وماذا تفعل في يومك. يعني تشعر أنت الآن الساعة قدامك أمامك، وإذا الساعة جات راقبك. اللهم وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد حاضر. إن أحسننا ودعنا بحمد، يعني يمشي ويانا للباب، أهلا وسهلا شرفت المحل. وإن أسأنا أعطانا ضرر، فرقنا بذنب. ما أحسنت أنت اليوم. اللهم فارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة، وأزل لنا فيه من الحسنات، وأخلنا فيه من السيئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا. اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا، واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا، ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا إلى أن، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. هم يطلب الحفظ كيف مكان، حفظا عاصما من معصيتك، هاديا إلى طاعتك، مستعملا لمحبتك. هذه التمنيات. نجي للبرنامج. قل اللهم ووفقنا في يومنا هذا إذا كان في الصباح، وليلتنا هذه إذا كان في المساء، لاستعمال الخير. هذا البرنامج الأول. اجعل يومي يوما أستعمل فيه الخير في كل نشاطات، وهجران الشر استعمال الخير، وهجران الشر وشكر النعم. اجعلني شاكرا لنعمائك، فما بكم من نعمة فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعم واتباع السنن، وهو الخط المضيء المشرق الذي ينطلق من الله ورسوله، ومجانبة البدع التي تخالف الإسلام، ومجانبة البدع والأمر بالمعروف، تحرك من أجل رقابة المجتمع حتى يتحرك في خط المعروف والنهي عن المنكر. ثم في نقطة حساسة جدا، وحياطة الإسلام. اجعلني يا ربي في هذا اليوم ممن يحوط الإسلام بكل طاقاته ليحميه من كل الذين يريدون الإساءة إليه، وانتقاص الباطل وإذلاله. هذا في المسألة الاجتماعية، والمسألة السياسية، والمسألة الاقتصادية. كل باطل في العقيدة، كل باطل في الواقع الاجتماعي، كل باطل في السياسة، كل باطل في الاقتصاد، كل باطل في الأمن. اجعلني ممن ينتقص الباطل بكل الأساليب التي يمكن أن أنتقصه فيها، وإذلاله، ونصرة الحق أيا كان الحق في كل مجالاته وإعزازه. بعد في الجانب الإنساني، وإرشاد الضال. عندما أشوف إنسان يشير في ضلال، ما أقول ما خصني أو بلا مبالاة، لا، علي أن أعمل على إرشاده ليهتدي إلى الطريق المستقيم. ومعاونة الضعيف. إذا كان عندي قوة أنا في أي جانب من جوانب القوة، وكان هناك من يحتاج إلى هذه القوة، أن أعاون الضعيف. وإدراك اللهيف، الإنسان الملهوف، ليعيش هم ويعيش غم ويعيش مشكلة، اجعلني أن أدركه.
ثم يقول أيضا يريد الخط التصاعدي، واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك وأوقفهم عما حذرت من نهيك وأقومهم بما شرعت من شرائعك. بحيث يظل يمشي الإنسان في خط تصاعدي، اجعل يومي هذا أفضل الأيام فيما سلف. وطبعا بالمستقبل هكذا، نجي نقرأ كل يوم. الإسلام يجعل الإنسان يفكر أنه لازم تمشي، ما يصير ترجع لورا، امشي في خط صعود. وهذا الدعاء الذي لابد تقرؤه، اللهم اجعل مستقبل أمري خيرا من ماضيه وخير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك فيه. كل يوم يصعد من درجة إلى درجة. من خلال ذلك كله أيها الأحبة، نفهم من الإمام زين العابدين سلام الله عليه على أن نبرمج أيامنا. ما ندخل اليوم دخول عشوائي، ما نمشي لأنه الناس ماشية هكذا. الله حدثنا عن الذين في سقر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ كنت جماعتنا وجيراننا أصدقائنا وأقربائنا. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يعني الناس تمشي بوحلة ونمشي وياها، يعني ما نركز أنه من قبيل على طريقة ذاك الشاعر الجاهلي الذي يعيش عقلية السير مع القبيلة كيفما كانت. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا، إذا غوت أنا عائلتي أو أهل بلدي لازم أخذ بالرشاد، وإذا رشدت أشجعها على الرشاد. أيها الأحبة، سوف نقف بين يدي الله غدا، وسوف نقدم كل حساب أعمالنا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والإمام زين العابدين لابد تقرب شهر رمضان دعاء أبو حمزة، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. يوم تأتي، وهي الخطورة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما في مكتب محاماة، كن أنت تدرس حيثيات عملك وتقدم حسابك هناك أمام من؟ أمام من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
خل نستحضر أيها الأحبة هالأجواء وإحنا في الرحاب المقدسة، وخل نحملها هذه الأجواء، مو بس نخلص من الحج نقول انتهينا، عندما تخلصون من الحج تبدأون الحج الجديد، حج الروح وحج العقل وحج الحياة المتحركة في خط الله. الشباب يحضرون التلفزيون ويحضرون الانترنت ودخلوا مدارس وعاشوا في مجتمع متنوع تيارات، ولكنهم جاءوا مهاجرين إلى الله. هذا معناه أن الإنسان يملك أن يتمرد على هذا الواقع، ولهذا الأخت عليها أن تعمل واجباتها، تركز لهذا الطفل المفاهيم اللي يتمثل القاعدة التي ينطلق منها في حياته، تحيطه بما تستطيع من إحاطة، ثم تتوجه إلى الله، قل له يا ربي هذا ما أستطيع وتركت عليك ما لا أستطيع. الله قال للنبي منو إحنا؟ ليس عليك هداهم إن الله يهدي من يشاء. ومو معنى الله يهدي من يشاء يعني دخل الهداية براسه مثل الإبرة، نضربه إبرة دخله، لا، الله يهيئ للناس سبل الهداية. لذلك إحنا علينا أن نعمل على أساس نصادم سبل الضلال بما نستطيع. ولذلك أنا أعتقد، شوفوا الآن كثير من الناس الآن يمكن يظل سنة بالتلفزيون بس بعدين يصير عنده ملل، عنده قرف، لأنه الإنسان هاي قضية الغريزة والشهوة مثل الإنسان يصطدم بالجدار. كل ما الإنسان أخذ منها أكثر، مثل الواحد يأكل أكلة، يأكلها أول يوم مستأنس كذا، هذا باليوم الثاني باليوم الرابع الخامس بعد يمل منها. مثل ما الأكلة المادية أيضا الأكلة التلفزيونية والإنترنتية وكذا. المهم أقولها لكل إخواني وأخواتي، مهم إحنا نتحمل مسؤوليتنا، مو نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يعمل بحسب ما يستطيع في سبيل الهداية، لأنه الكل مسؤولون. مع النبي صلى الله عليه وآله مو كل الصحابة علماء كانوا، ما كانوا كلهم علماء، ولكن هذا يجي يسلم على يد النبي، باليوم الثاني يجيب واحد ثاني، يجيب واحد ثالث. احنا الآن عندنا بلاد إسلامية لم يدخلها الفتح الإسلامي، أندونيسيا، ماليزيا، وما أكثر بلدان اللي ما دخلها الفتح الإسلامي، وهي أكثر بلدان المسلمين عددا. منين إجت هذا؟ لأنه تحملنا مسؤولية الإسلام. إحنا نقول مسؤولية الإسلام يتحملوها المشايخ، لا عم، المرأة تتحمل مسؤولية الإسلام، الرجل يتحمل مسؤولية الإسلام، الشاب، كل واحد. ولذلك لما نتحمل مسؤولية الإسلام لازم نتعلم الإسلام، ونتعلم الإسلام من الناس الذين يملكون وعي الإسلام، مو من المتخلفين، مو من الناس الخرافيين. احنا بحاجة أيها الجماعة، نريد ندخل الإسلام للعالم المعاصر. قصة ثانية صارت معي مع صحفي أمريكي جاي بطريق سخرية، أنتوا تقولون نريد أن أسلم العالم، وأنتوا تحتاجون من عندنا إلى الإبرة، تستوردون من عندنا كل شيء،
ما عندكم أي إمكانات صناعية أو غيرها. فشنو هذا الكلام؟ أسلمون العالم، أسلمون أمريكا والأوروبا وغيرها. أنا التفت إلى قلت له عندنا تجربة تاريخية، عندما إجا هولاكو واستولى على البلاد الإسلامية وأسقط عاصمة الخلافة، ما بقى إلا مصر ما استولى عليها. اجتمع علماء المسلمين وفكروا ما هو الحل لدفع هذا الخطر، فقرروا أن ينفذوا إلى ولده لخليفته من بعده هولاكو ويقنعوا بالإسلام، فأقنعوا ولده بالإسلام، فصار كل الجيش التتري أصبح جيش إسلامي وارتفع الخطر. فإحنا نفكر أن نقنع الأمريكيين لأن عندنا 10 ملايين مسلم في أمريكا، راح نقنع الأمريكيين الآخرين بالإسلام وبعدين نصير نأسلم أمريكا كلها، بس إحنا نصبر ولو بعد 20 سنة 50 سنة في هالمجال. كون نفكر بحجم العالم. الله قال للنبي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي حملنا هالمسؤولية أن ننطلق إلى الناس كافة وأن نكون بالإسلام رحمة للعالمين. من فكر بهذه الزوية وهذه الزوية ومنعيش بزنازين عصبياتنا وزنازين طائفياتنا وزنازين عائلياتنا، ونفتش عن هامش من الهوامش هنا، والهوامش العالم جاي ينفتح على الكون كله، وإحنا لا نزال تماما على طريقة أهل قسطنطينة، لكان الفاتح يدق أبوابهم وهم يتنازعون هل البيضة أصل الدجاجة أو الدجاجة أصل البيضة، هل الملائكة ذكور أو الملائكة أناث، ويتناقشون ويتناقشون. ودخل الفاتح حتى إلى غرف النوم، ودخل الاستكبار العالمي حتى إلى غرف نومنا، ونحن نتناقش ونتناقش في كل ما لا يمثل أي شيء في أصالة العقيدة وفي أصالة الواقع. أيها الأحبة، نحن مسؤولون عن المستقبل، كونوا المستقبليين، كونوا الذين يفكرون في حجم العالم، لينطلق كل واحد بطاعته. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.